اوكي خليني توا نخش في الموضوع طول ناحية الحشمة علي من يلي تسمع ركز في شن جاي بنقول لابس بادي بوم سروة نوعي دافي زون كعب عالي ومسكرات وينشح فيها كتر من لون منظرها اوفول لونها يشبه لون الزون تسمع بيها مرة تصلي هاتي حدكم ميريكون نماجج نشبحوا فيها كل يوم خلتنا نتسألوا لو هالمظهر ولا عادي في بلدنا كيف بنتفائلوا من بنات بلدنا يتربوا التربية الصحيحة ولا الموضة مدايرة عالكمان ان شاء الله يتقاتلوا مش محترمة روحها وتنادي تقول احترموني يقلموها صاحبتها تجي كتر وتقول حسدوني خوها يعركها ترد تقول سلم اللي جابوني ما فقع سيك لو انا اخوها نعطيها بوني او او جيل التسعين لبس لبنات ثلاثة قطع فيه ممكن اثنين وين ما تقولوا ليش متشدد لكن هذه عادتنا لما نشوفوا لعوش مستاحل في حد يسكتنا سو تعالوا نديروا هدنة البسوا حاجة طويلة مان حتى لما لبسوا العباية فتحوا هالبطمة مختلفة متخلفة رخيصة تحب تثير الاعجاب واعية مراعية وحريصة ما تطلع من غير حجاب الفرق مش هيك نقيسة بس هذا رأي الشباب نختلف معاكم في الرأي خلي نعطيكم الاسباب شوف مش بس اللي مظهرها فاسد ضاعت كم من مستورة خلف الكواليس انباعت قدام صحباتها هي المثالية اللي تنصح تقري توري وتوجه وتحذر لكن من وراهم صاعد نختلف معاكم في الرأي خلي نعطيكم الاسباب عقل انجلينا جولي بس عباية ستر الجسم كم من شاب عرفاتها كذبت لما قالت اسمها فهمني كيف بنتي قدبوا يلعبوا يديروا ما يبوا بعدين كل وحدة تدعي ربي يجيب قسمها فاضيات وقتهم للحب عاطيات راضيات بنات عالزواج عابيات زوج من شخص يمثل انه يحب يخاف ويهتم عايش هالوهم مصدقة انه تكون لولاده ام كم قبلك بنية نية ذاقت سم اضحك العب عليها بدلي دموع بكاها دم اختي الاهم مالي هي لمبوك يكلم يجيب خاتمي ودي حوشه وقتي تم احم لكن الهم لبنتي بوك عندك بيم ما فيش بنت تلحقك للريحة الفلوس تشم بس تلقى المتربية بنت الناس بنت الاصول اصيلة ما يملى عينها الا راجل طيب معدول عادي ترضى بالمعقول بالمعروف ومعاها تعيش تلقى الطبع خجول هيك بنات هلبة ما فيش اللبس مش مقياس ترباية هي الاساس سمعة الاهل بين الناس نعاود لو ما فهمتونيش كليك كليك هادلك هادلك كليك كليك دبل كليك هذا هو جو النت ليل نهار صبح وعشية عكستها على الفيسبوك كل مرة صورة رومانسية تحط استيت رومانسي في الصفحة الشخصية تحط مرة هيفا ومرة نانسي الاسم حاجة وسويت الاكاونت نم على الفيس لكن الاسم الحقارني بورنية بنت بعجالة كلامها كلها اتيكيت تجيب شوية من لميس الحقيقة مهبولة مغرورة حول اسمينا صوت الطلب تجاهل رسائل منهم ما تردش الاولاد الموجودين في الاكاونت ما تردش واخدم في رادة باللابتوب بعد الفجر تهدرز ماما والبابا قولوا لي وين ما عرفتش بنت في الستاش كيف تكتب على الخيانة جيل ما رباتها ماما رباتها بيسي وروتانا صدمة الكبرى تجيك لما تقرا كل التعليقات تقول لك التجارب سر نجاح العلاقات سو هي طول اليوم تفتلك وزي ما قلت لك كلها مهنها تقر صاحبتها باش تكون فانتستك تشبح لك وتضحك لك لبسها طول يشدك اختي انا ما قلتش عيب انك تكوني مهتمه بشكلك لكن في المعقول مش نفس اللبس اللي نشوفه فيه في الايامات هذه غير طول ثاني شب يقول كلمه حق نقولها كل الناس يشاهدونها الانفلات اللي صاير لنا ما في حد يوريها حدودها تربت هيك بطريقة غلط باش تثبت وجودها في مجتمع محيط فرش طريق الغرب برودها عاد انزرعت بجدورها والاعلام اكد دورها عقل البنت في ثورة موضة لكن تبي حد يقودها توعية مش موجودة الدين غايب عالصورة فكرة غلط شفنا كيف عالبنا تكنسل بي مردودها معلومة خويا خودها وحطها بين قوسين في كل مكان حتلقى الباهي خويا وتلقى الشين الغلط مش منهم بروحهم بس من الطرفين نسأل ربي يحفظ اخواتنا قولوا امين هذه هي آخر النتائج التي توصلت إليها مجموعة ليبيان كرو في تحليلها الذي أجرته على عينة من الشابات الليبيات ومن نبع حب الوطن وبهذا تنصح المجموعة بناتنا التي يندرجن تحت هذا النوع بالعدول عن كل السلبيات من أجل المحافظة على فكر بناتنا الغاليات نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا الموضوع والوقوف على كل المشاكل والسلبيات وإيجاد الحلول لهذه المعضلة مع مراعاتنا لاختيار اللفظ المقبول والذي يفهمه الجميع مع تحيات مراسل فرقة ليبيان كرو لمقلب واقع الشارع الليبي وتحيات أوتلو لابس باد بو سروة نوعي تافزون وماد وولف نختلف معاكم في الرأي خلي نعطيكم الأسباب وتوباك بيبي
كليك كليك دبل كليك هذا هو جو النت وسي فورجي الاولاد الموجودين في الاكاونت ما تعدش. الى اللقاء.